تتواصل الانطلاقات أيها الحمد الكريم في هذا الصباح، يتواصل اللقاء ما بين شعارات أبناء القبائل فتهانينا وناموس للأخوة الذين حصروا على المراكز الأوائل، هكذا الانطلاق وهكذا الأبداع مع شوطنا الخامس في تعداد العام للأشواط وضمن انطلاقات صندوقنا المفتوح. ناخذ مقدمة الشوط، المركز الأول بلقى هملول محمد بن حمد بالعود، لا 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 سودي بن مبارك بن كلثم الأخيلي يتقدم مع المركز الأول في هذه اللحظات على الصدارة، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات الشاهين يسهيل بن صقر بن صنباري العامري خذت المركز الثاني. المركز الثالث تقدم في هذه اللحظات وقدوم من خلال تواجد الشاهنية أيضا محمد بن سالم بن مكتوم الينيبي خذت المركز الثالث في هذه اللحظات. تابع الشعارات الأخرى القادمة في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق ما شاء الله، ولكن هملولة أيضا مع المركز الأول بن كلثم، هملولة بن كلثم مع المركز الأول تتقدم الجموع في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق على الصدارة على مقدمة الشوط. السودي بن مبارك بن يمع بن كلثم الأخيلي يتقدم بدوره مع المركز الأول مع هذا الانطلاق والعصافة الأبطار ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف التحدي مع أيضا الينيبي قدم مع شاهنية في هذا الانطلاق وبهذا التحديات، تأتي كذلك بدوره محمد بن سالم بن مكتوم الينيبي على مستوى المركز الثاني، ولكن هملولة بن كلثم على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول. السودي بن مبارك بن يمعة بن كلثم الخيلي على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول، ينطلق بهذا الانطلاق وبهذه التحديات المستمرة على الصدارة على مقدمة الشوط. هملولة هملولة مع المركز الأول، تهانينا وناموسة أيضا السودي بن مبارك بن يمعة بن كلثم الخيلي على فوز الشاهنية بالمركز الأول، معلنا بناموس هذا الشوط وبانتصار. بقى ثاني أيضا الشاهنية محمد بن مكتوم أيضا محمد بن سالم بن مكتوم الينيبي، والمركز الثالث حمل رقم 62 اللي هي ايضا حبوبه مطار بن سعيد بن مطار الشمسي. هذه هي نتائج توقيتنا الزمني في هذه اللحظات وبهذه التحديات، دقيقتين و13. تهانينا والناموس للسودي بن مبارك بن يمعة بن كلثم الخيلي.